ذكروا أن ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فزور سليمان ذات يوم وكان أحد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال أيها الوزير؟ قال له: لأنني رأيته ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: إنه ملك الموت. فارتعدت أعصاب الوزير وتفككت أوصاله: لماذا ينظر إلي هذه النظرات؟ أستحلفك بالله يا سليمان أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، فأنا لا أطيق أن أجلس في بلاد رأيت فيها ملك الموت. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله إذا كان قضاء الله قد حل به؟ قال الوزير: أناشدك الله يا نبي الله أن تأمر الريح أن تذهب بي بعيدا بعيدا إلى بلاد الهند. وتحت إلحاح الوزير أصدر سليمان أوامره إلى الرياح، فحملت الوزير إلى بلاد الهند. وبعد أن وصل إلى بلاد الهند جاء ملك الموت إلى سليمان زائرا، وقال له: يا سليمان، لقد عجبت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند، فلما رأيته جالسا عندك عجبت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت إلى بلاد الهند لأنفذ أوامر الله، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة.